خليني احكي لكم عن حياتي بعد ما اتشقلبت واحكي لكم ازاي انا بقيت برنس شرق التسعين. انا اصلا متخرج من هندسه بمجموع 60، عشت في امريكا وانا لسه تين. انا ممكن ابقى سيس بس بيقولوا عليا برنس في التهييس، دمي خفيف وعندي عربيه بتكييف وشكلي قشطه لذيذ ووالله مش بظيف. صحابي في امريكا كانوا ماكس بني وبراندا، دلوقتي بقوا عماد محسن وعمده، بننزل على القهوه from time to time وكل ما اطلب لاتيه يحسسوني انها كرايم. قاموا طلبوا لي شاي سكر بره عشان انا اصلا من بره، وجيت اطلب معسل طلع في الاخر شيشه مش ديزرت. تيتها تموت وتشوفني عريس، بس يوم ما فكرت نصبت عليا وطلعت سيس. بمناسبة اني سيس، يعني ايه؟ شايل طاجن ستك. Please.